بسم الله الرحمن الرحيم. واحد ممكن يقول أنا هصلي وأصوم وأصل الرحم وأغض البصر ومليش دعوة بحد، اللي يصلي يصلي واللي ما يصليش ما يصليش، دي مش قضيتي، أنا في حالي ومليش دعوة بأي حد. هل المبدأ ده مبدأ صحيح في الإسلام؟ ده إن لقضية هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض أم سنة؟ بصوا يا إخوانا، لم يقل أحد من العلماء إن الأمر بالمعروف سنة، أجمع العلماء أن الأمر بالمعروف فرض، ونقل الإجماع الإمام الجصاص والإمام ابن حزم والإمام النووي وغيرهم. بس اختلفوا بقى، هل هو فرض عين ولا فرض على الكفاية؟ جمهور العلماء قالوا فرض كفاية. ففي ناس ممكن تقولك الحمد لله فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإحنا الحمد لله شايفين شيوخ ودعاة وخطباء منابر فايمين عننا بالمهمة دي، فهو فرض كفاية والحمد لله. أنا برضو إيه، على مبدئي ماليش دعوة بحد. أقول لك استنى بس، ما هو فرض كفاية وده رأي الجمهور، واستدلوا بقول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تمام، بس فرض الكفاية قالوا هو فرض على الكفاية حتى يتحقق المعروف الواجب وينتهي المنكر المحرم. يعني ايه حتى يتحقق المعروف الواجب؟ يعني كل الناس دي كلها بتصلي. ويعني ايه حتى ينتهي المنكر المحرم؟ يعني كل البنات دي لابسه الحجاب. يبقى ظاهر المجتمع الصلاح والتقوى. طب ده ما اتحققش لسه، يبقى فرض الكفايه غير متحقق في المجتمع. طيب غير متحقق، يبقى ايه اللي يقتضيه ذلك؟ يقتضي ذلك ان ينتقل فرض الكفايه الى فرض عين على كل قادر. ما هو مش متحقق، يبقى ينتقل فرض الكفائي إلى كل قادر يقوم بدوره عشان يتحقق هذا الفرض الكفائي. يبقى كل إنسان طبعا نظرة واحدة لمجتمعنا نجد إن لسه متحققش هذا الفرض الكفائي، ومن ثم يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرض على كل قادر. مع زوجتك، مع أولادك، مع أصدقائك، شفت منكر تنكره، شفت معروف تؤمر به، وهكذا. لكن ان انت تقول ابقى سالم من غير ما ادي هذه الفريضة، لا دي فريضة زيها زي الصلاة والصوم، وطبعا مع التفاوت في الدرجات، لكن هي فريضة اساسية في الاسلام. فما ينفعش ابقى مسلم واقول انا في حالي، لا، مسلم تركيبتي كمسلم لن تستقيم الا لن اتبنى هذه القضية، قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. واحنا بالادلة العلمية بينا ان هي الآن في هذا الزمان تعتبر فرض على كل قادر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.